تشيز كيك. ايوه راح. انا بحاول ادور عليكي على الفيسبوك, انت ازاي مش عندي؟ عايز اعمل لك تاج في الصوره اللي خدناها اتصورناها سوا مع بعض, مش لاقيكي عندي ازاي؟ بنت انت, انا عامله لك اد من سنه ام اقعد. يعني ازاي بنتي فيش الكلام ده؟ استنى فتحت, استني بصي اللي بعتين لي. طبتي اكبر همومي. لا مش انا. زهره التيوليب, زهره اللوري, زهره الخشخاش, خطيبه عباس, مرات مدبولي, حبيبه طارق, فتاه ابكاها القدر. المشوره دي بعتالي ليه؟ فتاه عاوزه الحرق, عود الياسمين, عود الجرجير, روشه وعامله دوشه, دول كلهم بنات مش فاهمه غير ايه. مديحه وحاطه ريحه, هبله وماسكه طبله, امير بتيشيرتي, ملكه بنقابي, اميره بشرابي, سعيد بطلاقي, فارسه بحماتي, شقراء بجمالي. بس استوب استوب. ايه شقراء؟ انت بتهزري؟ انت مسميه نفسك شقراء بجمالي انت؟ لا, وحاطه صوره سكارليت جوهانسن. اعمل ايه؟ طب يا مك, لا لا انا مش مصدقاكي. اعمل ايه؟ انا مش عايزه انكشف على غرب اسمي. ما ينفعش يتكشف على الرجاله يا مكيتي. نعم يا اختي, يتكشف على مين؟ ايه بجد؟ مش مصدقاكي. ايه مش بذمتك حلو ده؟ انا هعمل دلوقتي اكاونت اسميه اوبس نسيت اسمي. تشيرز. السوشيال ميديا اتعملت علشان الناس تعرف بعض, تحط اساميها, فانتي تعرفيني تشوفيني, ممكن نكون قرايب مع بعض في الجامعه, بنشتغل مع بعض, ناس حتى بتتعرف بسبب كاريره وبشغله وكذا. فزي ما تبقيش كاتبه اسمك, الناس بتكتب اسامي وهميه دي. لا ما تقعديش تعملي لي كده, ده سوشيال ميديا. سوشيال ميديا يعني تواصل اجتماعي, يعني لازم على الاقل تعرف اسمك وتعرف شكلك, مش عيب, او ما تعملوش خالص. اكرم لك. قصدك ايه بالكلام ده يا مكة؟ ايتها الشقراء بجمالك, لما تيجي عايزه تعملي اكاونت على السوشيال ميديا يبقى حضرتك تحطي اسمك وتحطي شكلك صورتك. ماليش نفس. يبقى ما تعمليش اصلا, ما تعمليش. ليه؟ افرضي انا مش عايزه حد يعرف اسمي الحقيقي. انا وانا بقى بتكلم معاكي اقول لك يا شقراء كيف حالك اليوم يا شقراء؟ انني بخير ولابسه الزرقاء. كل واحد حر بدل ما بيضايقش غيره. لا, زي ما من حقك ان انت تشوفي ناس وتشوفي اساميهم وكذا, من حقهم كمان ان هم يبقوا عارفين بيتكلموا مع مين. خلاص, والا اي حد يتخفى ورا اسم ويعمل بلاوي سودا ويبقى هاكر ويعمل البلاوي ويعمل حاجات مش كويسه وهو متخفي ورا اسمه محدش يعرفه. مش لازم نبقى عارفين هويه بعض على فكره. ممكن مش عايزه حد يعرفني, ممكن هم مش عايزه يعرفوني, يعرفوني كاني الشقراء وخلاص. هو انت ما تعرفيش ان دي مشكله امنيه اصلا؟ ايه وانا ضليت الامن في ايه يا بنتي؟ افهميني, بصي لي هنا وانا بكلمك. تعرفيش ان ممكن ناس تعمل مصايب وبلاوي من ورا اسامي مستعاره؟ هاكرز وجرايم وسرقات ونصب الكتروني. لما تكوني معروفه وحاطه اسمك وحاطه صورتك تبقى معروف هويتك مين, انما تداري ورا اسم مستعار ليه؟ والناس دي يعني ما عندهاش التقنيات الحديثه اللي يقدروا يعرفوا مين الكويس والوحش؟ يعني عارفين مين الهاك ومين مش هاك؟ عملتيني قضيه قوميه وبقيت هاكرز وبقيت مشكله اداريه ومشكله قوميه ومشكله شقراء. اسمه كان انسي اسمه ايه؟ شقراء بجمالك يا حبيبتي. معلش ومال, مش عيب مش عيب, مفيش فايده.